مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم سوف نتحدث عن كيفية زراعة الخيار. الخيار هي من فصيلة القرعيات، والقرعيات هي القرع والكوسة والبطيخ. ومن طبيعة الخيار أنها تنفرش في حين الزراعة، تنفرش على الأرض، ولكن احنا نقوم بوضع دعامات خيوط وشجرة تلتف فوق الخيط. بفضل هذه الدعامات، بفضل هذه الخيوط تثبت الشجرة حول نفسها تستقوي. وكما ترتفع النبتة، نقوم بلف الخيط النبتة حول الخيط. أيضا هذا نقوم بلفة حول الخيط هكذا. والخيار يحتاج إلى درجة حرارة بين 20 إلى 30 درجة مئوية، ويحتاج إلى رطوبة عالية من 70 إلى 90 درجة مئوية، أو من 90 إلى 80 درجة مئوية كهذه المحمية. ويفضل زراعته إذا مو في المحمية، خارج المحمية، على السياج أو قريب من الجدار، على أساس لا يحصل كثير من الحرارة، حرارة الشمس. وينزرع بين النبتة إلى النبتة بمسافة 40 إلى 50 سنتيمتر. وللخيار، نبتة الخيار ساق ضعيف جدا، فيها شعر كثير خشنة، ويظهر من الساق ورق شبه مثلث. وفي الساق يظهر فروع، بين مسافة إلى مسافة يظهر فروع. فرع كهذه احنا نقصه. ليش نقصه؟ علشان نحصل على فرع رئيسي ويستقوي الشجرة، وهذه نقدر نستفيد منها، يا أما نخلي في كومبوست أو في ماء يطلع جذور ونزرعه مكان ثاني، أو في الأرض مباشرة. وإذا ما بغينا نقدر ننتج منه سماد طبيعي نسوي فيه كومبوست. ولنبات الخيار زهورا صفراء ينبت منها خيارا كهذا حتى يكبر إلى 15 سنتيمتر. وهذا نوع من الخيار، نوع عجين، من أفضل أنواع الخيار. نقطعه، لكن لا يمكننا زراعته لعدم وجود البذور بداخله. ليس له بذور. وشكرا لكم على المتابعة، وأي تعليق يمكنكم اتصال بي على قناتنا في الموقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.